يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول إن السلف يغلون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن السلف، من يقول إن السلف يغلون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوصلونهم إلى مرتبة الملائكة، فكيف يرد على هذا؟ هذا جاهل ولا يرد عليه. هذا إما أنه من الشيعة اللي يبغضون الصحابة، وإما أنه من العلمانيين والحداثيين الذين يبغضون الإسلام عموما، الصحابة وغيرهم. فهذا لا يلتفت إلى قوله ولا يعار اهتماما أبدا. نعم، لأنك إذا رددت عليه زاد شره وظهر ما عنده، فكونك تتركه أحسن. نعم، إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت. نعم.